بطبيعة الحال من يكون هناك عندي تيار يمر وعندي مقاومات موجودة، سواء كانت المقاومات Armature Resistance أو Series Resistance أو Shunt Field Resistance، من يكون عندي مقاومة ويكون عندي تيار معناها أكو هناك عندي Losses. فإذا اللوسز بالماشين سواء كانت عند جنريتر أو موتور ممكن أنه تظهر بثلاث أشكال: كوبر لوسز خسائر نحاسية، آيرون أند كور لوسز خسائر في القلب الحديدي، أو ميكانيكال لوسز أو خسائر ميكانيكية. الخسائر شلون تترجم داخل الماشين؟ تترجم على أنه هيت، تصير أز هيت على أساس أو على شكل حرارة، وهذا بطبيعة الحال راح يزيد التيمبرتشر اوف ماشين. الماشين من يزداد درجة الحرارة راح يصير عندي الافشنسي مالتها ضعيف او قليل، وبالتالي يصاحب الخسائر هناك عندي قلة في كفاءة الماشين. الخسائر مثل ما قلنا بالدي سي ماشين ممكن نصنفها وفق هذا المخطط: كوبر لوسز، ايرون لوسز، ميكانيكال لوسز. الكوبر لوسز ممكن تكون على انها ارميتشر سيولوسز خسائر في الارميتشر، شانت فيلد سيولوسز خسائر بالشانت فيلد، وسيريز فيلد سيولوسز او خسائر في السيريز فيلد. اما الايرون لوسز فيكون على شكل اما هيستيريز لوسز او دي كارنت لوسز. الميكانيكال لوسز تكون اما فراكشن اما احتكاك او ويندج. إذن هذه هي الأنواع الثلاثة صنفناها على شكل مخطط. راح ندرس نوع نوع من الخسائر. أول شيء الكوبر لوسز. الكوبر لوسز تظهر في الملفات. وين ما عندي ملفات؟ أنا عندي ملفات وين؟ بالأرميتشر كوبر لوسز، راح نقول الـ IA تربيع في الـ RA. شانت فيلد كوبر لوسز بملفات الفيلد، شانت فيلد اللي هي راح تكون الشانت تربيع في الار شام، وعندي سيريز فيلد كوبر لوسز الار سيريز، راح نقول اي سيريز في الار سيريز. ممكن هذا الاي سيريز ممكن يكون هو نفس الاي اي اذا كان عندي نوع جنريتر سيريز جنريتر، او عندي لون كومباوند جنريتر. الاي سيريز ممكن يساوي الاي لود لما يكون عندي شورت كومباوند جنريتر. ايضا البرش كونتاكت ايضا بها تعتبر از ريزيستنس كخساره، فممكن انه يصير بها ايضا لوسز وتساوي الفي في تيار الاي اي، لانه التيار اللي يمر بها هو تيار الاي اي. ايضا عندي نوع من البولز راح ناخذه فيما بعد، هو الانتر بول فيلد وايندينج والكومبنسيتنج وايندينج، اذن ان شاء الله فيما بعد راح ناخذهم ايضا. يعني خاف صادفنا انه كومبنسيتنج وايندينج ريزيستنس او انتر بول فيلد وايندينج ريزيستنس، هذن ايضا ممكن انه نضمنهن ضمن الخسائر، والتيار اللي يمر بهذه الملفات هي تيار الاي اي. تمام، هذا هو بالنسبه للاول نوع اللي هو الكوبر لوسز. بالنسبة للآيرون لوسز، هذا النوع من الخسائر والخسائر وين تظهر؟ تظهر وين ما عندي أكو وايندينج، وين عنده ملفات يظهر عند الكوبر لوسز الخسائر النحاسية. خسائر القلب الحديدي الآيرون أور يسمى الكور لوسز، الخسائر الحديدية أو خسائر القلب الحديدي، هذا النوع من الخسائر يظهر وين؟ بالآرميتشر أوف دي سي ماشين. نتيجة جاية منين هاي الخسائر؟ نتيجة دوران الارميشر الماجنتيك فلو فيلد اوف ذا بولز. اذا السبب الرئيسي لهذا النوع من الخسائر، هذا خسائر جايني بسبب دوران الارميشر داخل الماجنتيك فيلد. دوران الارميشر داخل الماجنتيك فيلد انتج نوعين من الارميشر او عفوا الايرون اور كور لوسز، اللي هو الهستيريز لوسز والايدي كارنت لوسز. راح اخذ فشي مبسط على كل نوع من الانواع اللي ذكرتهم هسه. الهستيريز لوسز، هستيريز لوسز تظهر بالارميتشر اوف دي سي ماشين، وهي سبق وان احنا حكينا انه هذان النوعين مثلهم يظهران في الارميتشر عفوا دي سي ماشين، يعني
نتيجة دوران الارميتشر داخل الماجنتيك فيلد انتج هذا النوع من الخسائر. فاذا الهستيريز هي جاية بسبب هذا. الهستيريز ممكن اعرفه على انه هي باور تستهلك، هي قدرة تستهلك لإعادة مسار جزيئات أجزاء الارميتشر حتى تتوافق مع اتجاه الماجنتيك فيلد. خلي اشرحها لك مثل ما هو، ما اخذ لي مثال مبسط في البيج 66 من الكتاب المنهجي. يقول لو افترضنا ان عندي قطعه صغيره موجوده من الارميتشر سميناها اي بي، هذه الاي بي بالهالف ريفوليوشن في الدوره الاولى راح تكون تحت تاثير امبول مثلا، بالتالي راح تكون هنا الماجنتيك فيلد من الان بول باتجاه الاس بول تتجه، فمعناها الماجنتيك فيلد راح يحرك لجزيئات. طبيعي انه الارميتشر راح يتكون من ماده، هذه الماده اكيد بها جزيئات، فالماجنتيك فيلد هذا راح يحرك لجزيئات من ان بول الى اس بول، هاي في نصف الدوره الاولى. بنصف الدوره الثانيه راح هذه القطعه نفسها وين تروح؟ تحت الاس، تحت تاثير الاس بول. معناها من تحت تاثير الاس بول معناها الماجنتيك فيلد راح ينعكس اتجاهها، اكيد راح ينعكس اتجاهها، فمعناها الماجنتيك فيلد هم راح يعكس لي اتجاه الجزيئات مره لاخ، مره ثانيه راح تنعكس اتجاه بس باتجاه المعاكس. فالقوه اللي احتاجها او عفوا القدره اللي احتاجها حتى اعكس الجزيئات هذه داخل هذه القطعه هي هذا اللي يسمى الهستيريز لوسس. طبعا الهستيريز لوسس لها قانون انا ما ذاكره هنا، موجود في نفس البيج اللي ذكرتها، هو يساوي الهستيريز كوفيشنت في بي ماكس الاس 1.6 في اف في في تقاس بالواط. البي ماكس هو يمثل ماكسيمم فلكس دنسيتي بالارميتشر، الاف هو الفريكوانسي في الماجنتيك فلكس ريفرسلز التردد المجال المغناطيسي المنعكس، ويساوي ام بي على 120 حيث الان هي تمثل السرعه بالار بي ام. الفي هو الفاليوم اوف ارميتشر يقاس بالمتر مكعب، والهستيريز كوفيشنت. طبعا حتى نقلل من هذا النوع من الخسائر بالدي سي ماشين لازم نصنع الارميتشر كور على من ماده تكون معامل الهستيريز مالتها يكون قليل، لو ستينمتز هستيريز كوفيشنت، مثل ماده السيليكون ستيل. هذا هو بالنسبه للنوع الاول من ايرون كور لوسز. بالنسبة للأيدي كارنت لوسز أيضا هي هذا النوع أيضا يحدث بالارميتشر نتيجة دوران داخل مجال المغناطيسي. بما أنه أنا نعرف أنه داخل الارميتشر كوندكتر ينتج جاي ينتج EMF، تمام، وهذا اتفقنا عليه احنا في سابقا. أيضا ينتج هنا عند فولتج داخل الارميتشر كور نفسه، يعني بما أنه داخل الكوندكترات ينتج EMF، بالكور نفسه هم ينتج EMF. طبعا هذه الفولتية اللي منتجة داخل الكور راح ينتج لي يسمونه circulating current، تيارات دوارة داخل الارميتشر كور. هذه التيارات الدوامة تسمى بالايدي current، فالحاصل ضرب هذه التيارات في الفولتية راح يسمى هنا عندي باور، وهذه الباور هي عبارة عن ايدي current losses. طبعا هذه الايدي كارنت لوزز تظهر بالماشين على انها از هيت على شكل حراره، وزيد للتمبريتشر اوف ماشين، وزيد لي او يزيد لدرجه حراره الماشين، كذلك لاورز افشنسي ويقلل لي كفاءه الافشنسي الكفاءه العفو الماشين. ممكن انه نحسب الايدي كارنت لوزز بالقانون بي اي كي اي بي تربيع ماكس اف تربيع تي تربيع في واب، حيث الكي هو constant depending upon the electrical resistance of core and system of units used، هو ثابت يعتمد على المقاومة الكهربائية للكور ووحدات النظام المستخدمة. البي ماكس هو مثل بي ماكسيمم فلكس دنسيتي بالويبر متر أو بالتسلا، فريكوانسي اوف ماجنتيك ريفرسال هو الاف مقاس بوحدات الهيرتز، التي هي thickness of lumination in matter، والفي هو الفاليوم اوف كور. طبعا ممكن الايدي كارنت نقول هي تعتمد على مربع lumination thickness، يعتمد على مربع سمك الصفائح هذه
بالتالي احنا نقدر احنا elimination thickness ممكن نقللها حتى نحافظ على او نقلل الED current losses. طبعا the losses يعتمد على هذا النوع من الخسائر يعتمد على السبيد سرعة الماشين وبالتالي ممكن انها تعتبر هاي constant لان practically السرعة تكون constant بال الماشين. تمام. الايرون لوسز اند ميكانيكال لوسز هذا النوع من الخسائر الايرون لوسز سواء كان عندي الهستيريز او الايدي كارنت والخسائر الميكانيكيه ممكن هي تسمى الروتيشن روتيشنال لوسز الخسائر الدورانيه. اذا الخسائر الدورانيه هي الايرون لوسز مع الميكانيكال لوسز. زين الميكانيكال لوسز النوع الثالث هو الميكانيكال لوسز. الميكانيكال لوسز هي ناتجة عن الفريكشن فريكشن اند ويندج. فريكشن يجيني من مثلا برش. فريكشن ويندج هو احتكاك الهواء او اوفر ارميتشر روتيتنج ارميتشر عند دوران الارميتشر. هذا النوع من اللوسز عفوا الميكانيكال يعني المعلومه هاي قلناها اللي سبق للخسائر السابقه. هي بالحقيقه هذا النوع من الخسائر يعتمد على سرعه الماشين يعني ليس الخسائر الايدي كارنت. لا خسائر الميكانيكال لوسز تعتمد على سرعه الماشين وبالتالي هي هذا النوع من الخسائر ثابته. ليش ثابته؟ لانه هي السرعه ثابته مثل ما قلنا انه الايرون لوسز زائد الميكانيكال لوسز سوية نسميهم الستري لوسز أو نسميهم نقدر روتيشنال لوسز. هسه راح نصنف طبعا هذا التصنيف الأول للخسائر صنفناهم على أساس أنه كوبر لوسز ميكانيكال لوسز والكور أور كبر أور أيرون لوسز. تمام هذه الأنواع الثلاثة للخسائر. راح أجي أصنف الخسائر تصنيف آخر أسميها الكونستانت اند فاريبل لوسز خسائر متغيره وخسائر ثابته. الكونستانت لوسز من هي هذه الكونستانت لوسز؟ الكونستانت لوسز ان ديسي ماشين هي الخسائر اللي تبقى ثابته مهما كان الحمل. يعني شو عندي نو لود فول لود هالف لود هذه الخسائر تبقى ثابته ما تتغير لذلك سميناها كونستانت لوسز. والكونستانت لوسز بالدي سي جنريتر هي ثلاث انواع ايرون لوسز ميكانيكال لوسز والشانت فيلد لوسز. هذين هي ثلاث انواع هي تمثل الكونستانت لوسز. اما الفاريبل لوسز هذا النوع من الخسائر بالدي سي جنريتر هي تتغير بتغير الاحمال. هذا عفوا هذا الخسائر بالدي سي جنريتر هي تتغير بتغير الاحمال لذلك سميناها variable losses. وممكن نقول هذه الخسائر تشمل الكوبر لوسز ان ارميتشر وايندنج اللي هي اي اي تربيع في الار اي والكوبر لوسز ان سيريز فيلد وايندنج اللي هي اي سيريز تربيع في الار سيريز. التوتال لوسز تساوي الكونستانت لوسز زائدا الفاريبل لوسز. السي يو لوسز كونستانت فور شانت اند كومباوند جنريتر بسبب لانه تيار الشنط يكون تقريبا ثابت ما يتغير بتغير الاحمال لانه هو ياخذ مقدار معين وانا محدد ابو مقدار الار شنط لذلك هذا يكون النوع من الخسائر ثابت. نجي على موضوع مهم جدا اللي هو الباور ستيج ان دي سي ماشين بالاخص دي سي جنريتر. الباور ستيج انا عندي القدره لما تجيني من الانبوت الى ان تخرج الاوتبوت تمر بمجموعه من الستيجز مجموعه من المراحل. هذه المراحل راح اصنفها على اساس ثلاث مراحل مهمه هذه المراحل جدا ولازم تتعرف عليها لانه الاساس في تصنيف او حساب الافشنسي سواء كانت الافشنسي الكفاءه الكهربائيه او الميكانيكيه او الكفاءه الكليه للجنريتر يعتمد على هذا الستيج. فالستيج اللي يبين أمامك بالسلايد هو عبارة عن 3 stages A, B, C. زين الـ A هو يمثل الستيج البداية اللي هو الـ input والـ C يمثل الستيج الـ output والـ B هو يمثل الانتقالي بين الـ A والـ C. احنا نعرف الـ
الانبوت للجنريتر هي ميكانيكال انبوت باور، يعني الجنريتر تحتاج الى قدره ميكانيكيه حتى تشغل الجنريتر عن طريق الشيفت، انقل هاي الحركه من الاكسترنال سورس من مصدر خارجي، انقل هذه الحركه للجنريتر، الجنريتر حتى تدور الراس التوليد داخل المجال المغناطيسي وحتى ينتج التيار الكهربائي. فاذا الانبوت هي قدره ميكانيكيه، ما عندي قانون صريح اجي احسب بها قانون اقول القدره الميكانيكيه تساوي كذا، هي قدره ميكانيكيه، فما اعرف شنو هو القانون الصريح حتى احسبها به. اذا الميكانيكال باور انبوت هي تمثل القدره الداخله للماشين اللي هي الجنريتر. قبل لا توصل للارميتشر او هي وصلت للارميتشر راح يصير ضياع بهذه القدره، ضياع راح يصير بهذه القدره. هذا الضياع هو عباره عن ايرون اند فريكشن لوسز، او خلنا نقول بمصطلح اكثر راح تكون الخساره الضايعه هنا بهذا قبل توصل من ال A لل B، اكو خسائر ضايعه، يعني البي انبوت ما راح تلقاها كلها موجوده بالارميتشر، اكو خسائر راح تروح من عنده. هذه الخسائر هي نقدر نقول ايرون اند كور اور كبر اور كور لوسز، خسائر حديديه تكون بالقلب الحديدي، وتكون خسائر فريكشن لوسز احتكاك وغير الاحتكاك. فبالتالي الميكانيكال لوسز الميكانيكال انبوت باور قبل لا توصل او من توصل للبي الاستيج بي اللي توصل للارميشر راح تكون عندها الخسائر، فالخسائر اللي تروح من عندها هي عباره عن ايرون اند فريكشن لوس. فاذا نقدر نقول الميكانيكال باور انبوت من اطرح من عندها الايرون اند فريكشن لوسز راح تكون عندي هنا باور داخل المل الارميتشر. هذا الباور الداخل الارميتشر شو اسميها؟ اسميها الكتريكال باور ديفلوبد ان ارميتشر. ايه هنا قانون اقدر احسب بها هي الاي جي في الاي اي. اذا هسه لو تجي تسالني شلون اقدر احسب الميكانيكال انبوت باور، راح اقدر اقول انه هي الاي جي في اي اي اللي هي الباور ديفلوبد بالستيج الثاني اللي هو ستيج بي، زائد الخسائر اللي تكون هنا الايرون اند فريكشن لوسز ينطين الميكانيكال انبوت باور. فاذا الاي مثل ما نشوف الستيج اي القدره اي ناقص القدره في بي ينطين الايرون اند فريكشن لوسز. زين صارت عندي باور ديفلوبد هنا بالارميتشر وعندي بقى اوتبوت. القدره بالجنريتر من راح يطلع من هذا اوتبوت، يعني الجنريتر من راح تدور راح يصير منها اوتبوت، هذه الاوتبوت هي الكتريكال باور قدره كهربائيه. فاذا القدره الكهربائيه هي اللي يصير على طرفي الحمل اللي اقدر احسبها في في اي ال اللي احنا سبق وانا اخذنا قوانينها. لكن القدره اللي يصير بالارميتشر هي مو كلها راح تصير الكتريكال اوتبوت باور. ليش؟ لأن اكو عندي خسائر راح تصير بالملفات في سي ولوسز. فاذا البي القدره اللي راح تصير بالبي اطرحها من القدره راح تطلع من السي يطلع للسي ولوسز، فاذا بي ناقص سي يساوي كوبر لوسز. اذا هسه لهنا انا فهمت هذين الاستيجات الثلاثه، قدره داخله باور ديفلوبد قدره منشئه داخل الارميتشر بارت او ارميتشر سيركت، عندي صار اخر شيء هو الاوتبوت الكتريكال باور اوتبوت. اذا هنا راح عندي الكفاءه جاي تتجزء، مره كفاءه ميكانيكيه تصير بهذا الجزء، مره كفاءه كهربائيه تصير بهذا الجزء. فاذا اجي اريد احسب الكفاءه الكهربائيه والكفاءه الميكانيكيه. فالميكانيكال افشنسي هذا الجزئين ناخذهم نحسب منهم الكفاءه الميكانيكال افشنسي. فالميكانيكال افشنسي نقدر نقول البي القدره الصايره بالبي والقدره مال اي، فراح يصير بي على اي، هنا اي جي في الاي اي، هنا الميكانيكال باور انبوت اقدر احسب الكفاءه الميكانيكيه. الميكانيكال باور انبوت ممكن اقول هي تساوي الاي جي في الاي اي زائد الايرون اند فراكشن لوسز، تمام، لانه الميكانيكال انبوت باور يساوي الاوتبوت زائد الخسائر. زين الالكتريكال افشنسي الكفاءه الكهربائيه شو تساوي لهنا؟ تساوي السي على البي، تمام، سي على بي، هذا هو السي الاوتبوت سي وهذه البي، هذا الجزء يسمى الكهربائي. السي هو يمثل الفي في الاي ال مثل ما نشوف، بينما البي مثل الاي جي في الاي اي، الاي جي في الاي اي. ونقدر نقول انه الاي جي في الاي اي يساوي الفي
في IL minus CU losses لأنه القدرة هذه تساوي مجموعة هذني، تمام؟ أما الكفاءة الكلية، الكفاءة الكلية شو تساوي؟ تساوي C اللي هي الكفاءة التجارية على الـ A، فالC على A يساوي V في الـ IL على الـ Mechanical Power Input، ونقدر نقول هي الكفاءة الـ Efficiency Commercial يساوي الكفاءة الميكانيكية في الكفاءة الكهربائية. نقدر نقول ايضا انه الكوميرشال افشنسي الكفاءه التجاريه تساوي السي على الاي مثل ما قلنا، ويساوي الاوتبوت على الانبوت. ونقدر نقول الانبوت ناقصا الخسائر الكليه، يعني الخسائر هذه ناقصه زاد الخسائر هاي ناقصهم من الميكانيكال انبوت باور راح يساوي لي الالكتريكال باور اوتبوت، وبالتالي راح نقول انبوت ناقص اللوزز على الانبوت.